صباح الخير عليكم ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان. زيدات اليوم إن شاء الله البنات وبعجالة غنطبق لكم هاد الرشيمة هادي. راني نزلتها لكم شحال من فيديو، اليوم الثاني غنزل لكم التطبيق بشرح مفصل هاد الرشيمة، وغنوريكم كذلك هاد السليتة اللي كتكون هنا البنات باش تسهل عليكم تاخدوها وباش تسهل عليكم تطبقوها. غندوزو للتطبيق إن شاء الله. هذه هي البياسه ما قبل الاخيره. بصراحه صافي ولادي عيا وبغى يخرجوا، وراجلي سوا صافي ما بقاش بغى يتسنى. غنكمل غير هاد جوج البياسات اللي بقاو ليا ان شاء الله، صافي وغنسافر ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنحاول انت ما بقاش العيد حتى شي حاجه. اليوم الثلاثاء الاربعاء الخميس. ركبوا لي البريس عبد الله يرضي عليك، يعني بقى هذا الاسبوع ان شاء الله. بالنسبه لسفري غيكون من ورا العيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غنمشي للبلاد نعيدو، وديك الساعه نشوف البروغرام شنو غيكون فيه ان شاء الله. على بركه الله البنات غنبداو. شوفوا معايا كيفاش غنخدم الوريقات. سالي كانت هادو شي جوج بياسات جاوني يعني متاخرين. هادي اللي كنت قاطاها قبل، واحد البياسه هي اللي شداتني، جاني مع واحد الخياط كنتعامل معاه وما قدرش نخليه. صراحه تحط في موقف اللي ما نقدرش نخليه فيه. انت كنتعامل معاه العام كامل وتبارك الله تعامل معايا وطريقه يعني الصرف ديالو معايا مزيان، ما يمكنش غنجي في هاد اللحظه ونخوي به ونقول له راه غادا مسافره. يعني نقدر ناجل داك النهار ولا يومين تاع السفر ونخدم ليه البياسه ديالو. صافي انا راه ولف، دابا غنخدم ونقي. شوفوا معايا ثاني هنا انتما البنات، كنخدم ثقيله، انا غنحاول نثقل باش تشوفوا. شوفوا معايا الدوره كيفاش كندير ليها. لاحظوا معايا الدوره البنات، شوفوا 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 معايا الدوره. كنخدم وايدي كدور المرمه، كنخدم وايدي كدور المرمه حتى كنحس بالدوره كملات. ولا لاحظتوني ملي كندور كنضرب الخيط شويه هنا الوسط، علاش؟ باش تقسم داك الخيط ما يتسربش. يعني كنتمنى تكون الصوره واضحه والصوره باينه البنات. انا نورمالمون في العيد راه كنكون كنسبق راجلي، كنسافر قبل العيد، يعني كنسبقوا العروبيه كيلقاني عمرت الماء، قادي كي بزاف المسائل في الدار، يعني كيجي كيلقاني قاده ليه بزاف الحوايج كيجي. بصراحه ما كنبغيش يتعب، بصراحه العام كله حتى هو كيجري وكيتعب على قبلنا. كنحاولوا هذا العيد يرتاح فيه. ساعه دابا غنمشيو قد يعني غنمشيو مع بعضياتنا، ما بقاش الوقت. ما فكنسبقوا انا باسبوع كيجي كيلقاني مسيقه معمره نطفيه بالماء. نقدر نبارطاجي معكم داك الماء راسيم. بزاف الحوايج لقاني مقاداهم، مقاديه الخضرة، مقاديه داكشي اللي خاصنا. حتى كيبقى بحال دوك الماص وداكشي اللي كيتمضى كنهبطهم للفيلاج نمضيهم، يعني كيجي كيلقاني مقاداني بزاف الحوايج. ولكن مع الخدمه هاد العام ما قدرش نمشي قبل منه. خالي معمر واحد لابيسين صغير ديال الوليدات، هما فيني 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 يتبردوا، يعني كيلقاني بزاف د الحوايج ناقصهم عليه. ولكن للاسف هاد العام غنتعاونوا بجوج على داكشي ان شاء الله. بصراحه البنات حتى كنقول لهم نعيدوا هنايا، صافي نعيدوا هنايا وثالث العيد ونمشيو، ولا ثالث رابع العيد، ولا نقادوا مسائلنا نمشيو
ولكن راجلي والو ما كيبغيش يعيب هنا نهائيا، وحتى ولادي كيقول لك ماما شوفي الا ما مشيتيش حنا غنمشيو عند الميمه، وملي كتقول كلشي باغي يمشي صافي كنجمع حويجي. حاطه اللطات غنصايب واحد شويه الغريبه وشويه الفقاص. بنت عمي كتعاوني راه كتصب المسكينه في حويجه اللي غدي، بنتي هي مطلعه الفورس القديه حتى هي. ايوا حنا كنا معاونين على هذا السفر ان شاء الله. شوفوا معايا الطريقه كيفاش كنخدم هاد الشكل هذا. علاش كنقول لكم البنات شوفوا معايا، علاش كنقول لكم خاص البره تضرب في البلاصه ديالها واحد شويه باش ملي تبغى تقطع ما يتسربش. هكا وكنضرب البره بلا عضاض. دابا كل واحد في ولادي شنو كيدير، شي كيحط في الموكات، شي كل واحد شنو كيدير دابا فهاد اللحظات. قلت لكم البنات ماكينتي هادي دابا شي يومين كنحس بها ماشي نورمال. انا غير معديه بها حتى نرجع من السفر ان شاء الله. بديت كنضحك مع راجلي البنات، قلت ليه انت اخويا عنده الكاميون نزل الماكينه اللي محطوطه نهز نديها معايا البلاد. قال لي واش تسطيتي ولا حماقيتي انت، واش خاصك ترتاحي ولا خاصك تبقاي تهمي؟ قلت ليه انا كنضحك معاك، قلت ليه ندي معايا الماكينه العربيه غنبركو بزاف ندي معايا الماكينه. وبقى ولدي كيخاسم الكبير، لا ماما كيتسحب عليا بصح غنديها، لا ماما ما بديش الماكينه خاصك ترتاحي تعطي راسك الوقت وتمتعي وتعطيه. والحمد لله الله يخلي لنا وليداتنا ويخلي لنا الازواج ديالنا يا ربي. يقول لي ولدي الكبير البنات شوفي ماما شي انا بقى لي غير 5 سيزيام الباك ونقرا واحد العامين ونخدم، والله ما نخليك تبقاي تخدمي في الماكينه ماما، ما نبقاش نخليك تخدمي، شوفي انا نخدم انا ما تخدميش في الماكينه ان شاء الله. وقت ان شاء الله كي دابا انا كنخدم وقرا لي انت ولا خوتي قراو مزيان وديك الساعه نرتاح ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يورينا في وليداتنا كل خير يا ربي. بغينا حنا اللي تمحلنا ولا خدمنا ولا تعبنا نشوفوا وليداتنا مرتاحين ونشوفوهم في منصب اللي مرتاح ونشوفوهم صالحين. هذه هي اهم حاجه كنقولها وكنعاودها دائما، الله يجعل وليداتنا يكونوا احسن منا، يكونوا صالحين، يكونوا متقين الله، يكونوا ما مبليينش ما فيهمش حاجه اللي خايبه. هادشي اللي هذه هي الحاجه اللي كنسعوا لها والله العظيم. كنتمنى لوليداتي ووليداتكم كذلك البنات. شوفوا معايا كيفاش غنخدم هاد الدقه هنا. كنقول لكم برمه كبيره ما تخدموش بها التضوى المرمه، ديما خدموا التضوى المرمه برمه صغيره.
يعني ربما نخدم لكم غير هذا الجزء هذا البنات، شحال 10 دقائق نخدم لكم غير هذه الجهه هذه. معايا كيفاش غنخدم هادو، غنخدمهم رقيقين وعامرين باش يبانو بحال البريد. راني خدامه والكانيط راني غير يعني الماكينه كلها غير كنحزر فيها. باش ان الطرز يجي زوين كنحاول يعني يكون الطرز عرض واحد، يعني تقريبا بحال نفس العرض اللي في الرشمه كامله.
يعني شفتوا معايا هذا الجزء اللي خدمت لكم في هذه المرمى، يعني ما غنكملش الجزء هذا باش ما يطولش الفيديو باش ننزل لكم دغيا. كنتمنى هذا المرمى اللي خدمت اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وطريق السلامه لجميع المسافرين، ومبروك عيدكم، مبروك عواشركم، والى اللقاء ان شاء الله. بقات لي وقيله معكم فيديو في حد القفطان الاخير، ونوريكم ربما الاشكال الاخيره ان شاء الله. الى قدرت نبارطاجي معكم اجواء العيد وفين وفين كيفين كاينه وفين بزاف د الحوايج غنبارطاجي معكم، ما كاينش غنزل لكم بعض الدروس اللي عندي في الهاتف ديالي. الى ان القاكم ان شاء الله، كنتمنى لكم السعاده والهناء، والى اللقاء ان شاء الله في حصص من حصص تعلم تزربات المتقون مع ام عثمان زيدات.